صباح النور حبيباتي، ان شاء الله كي مركم بخير وعلى خير يا رب العالمين. رجعت لكم وفيديو جديد. فيديو نهار اليوم رايحه نديكم تحويسه في السوبيريت ونشارك معكم كامل المشتريات اللي شريتها ونحكي لكم على مدخولي الشهري قد ايه يحكم لي اليوم، كيف راح نصرفو، واش نشري اكزاكتومون. ثاني وصلتني هديه رايحين تشوفوها ان شاء الله في اخر الفيديو. تابعوا الفيديو الاخير راح تشوفوا كامل التفاصيل. لأول مرة تدخل القناة تاعي ما تبخلش عليا بالمتابعة بالإعجاب، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا بارتاج مع أصحاباتكم وحباباتكم، هكذا باش تكبر لمتنا وتكبر عائلتنا. وأكيد ما تنساوش التعليقات تاعكم، هذيك الأحلى من العسل اللي رايحة تكون الحافز الأكبر ليا باش نتواصل دايما معاكم ونقدم لكم الفيديوهات اللي فيها إفادة ومتعة وأكيد أكيد الطاقة الإيجابية. كما قلت لكم حبيباتي في بداية الفيديو، نهار اليوم راي دخلت لاباي، رايحين نروحو نصرفوها. واش نحكي لكم حبيباتي، انا لاباي تحكم لي يوم واحد سيبون، نروح نقضي حوايجي كاملين نفرخها ونجي مروح. كيما نهار اليوم بديت اول حاجة على السوبيرات، رحت قضيت حوايج الدار اكيد كاملين، كل مرة تعرف متطلباتها وحاجياتها وحوايجها اللي تحتاجهم يعني خلال الشهر. صافي دوك كي تروحي انتي رايحة تشري تشوفي دارك وش فيها وش ما فيهاش وش يخصك. كيما قلت لكم على بالك السيستم تاعك، فيه ديريك، فيه تمشيك، فيه طيبيك، فيه تغسليك، فيه تسيقي، سي بوغ سا تعرفي الحوايج اللي يخصك. ونهار اليوم رايحه نشارككم الحوايج اللي نشريهم انا واللي نستخدمهم عن تجربه سنوات سنوات. انا من النوع اللي كنجرب حاجه يعني وتعجبني سي بون، ما عادش ندور منا ولا منا صغار هكذا ونجرب، الا لقيت هذيك الحاجه اللي جربتها فادتني هاني نكمل معاها، الا لقيتها ما فادتنيش نولي نرجع المنتوجي الاول. ورايح نعطيكم مثال على ذلك. نهار اليوم حبيباتي كما راكم تشوفوا هاني بدلت هذا السانيبو مارفنجيب امير، ونهار اليوم شريت هذا بريليكس، عجبني ريحته روعه روعه روعه. واش نقول لكم حبيباتي، يصلح بارفان كون جاي يصلح هكا نديرو في قرعه ونفشفشو ويحد الريحه بنة عظيمه. انا من انواع اللي نحب الروايح يعني نستطعمهم. بريليكس شريت هذا زوز تاع ليكو، شريت هذاك الازرق بذوق نورمالمون الخزيمة ريحته تبل تبل، وشريت هذا الغوز بذوق لي فلوغ، جايين هكا جيل ثقال يعني بارابور الامير. بريف اكيد نستخدمه ما نستغناش عليه. هذا ثاني الفريشور روعه، نستخدمه في الفريش، نستخدمه في لي ريدو، الخل هذا اللي نستخدمه في لابيسيل، في الماعن، في الكوزينة، في الدوش، في البينوار كي يديلك الكالكير جيست ديري فشة ولا زوز. البرمة تاعك تاع الكسكيس كي يديلك الكالكير كي تغلي فيها فشة ولا زوز تطلع لك جديدة اونديغي هذا ونشريتيها. صافي هذا المنتوج لازم لازم يكون عندك في الدار. بينغو صابون الماشينة ثاني من اللي جربته وليت ما نستغناش عليه، حاجة روعة، جاي ثقيل وريحته روعة واقتصادي ويحكم لك مدة طويلة. بابي جينيك صرافت السويتو هذه الرولة تاع البوطاجي كنت شاركتها معكم ثاني في بدايات الفيديو تاعي، ما نستغناش عليها كومبليتمون غير الى ما لقيتهاش نولي نبدل نوع اخر، مي ندور ندور ونرجع لها. الخزام كما تعرفوا حبيباتي صافي المرأة يعني الفحلة كما نقولوا لازمش تخلي روحها تطيح اون بان، لازم دايما يكون عندك متوفرين الخزام النشافات ساشي بوبيل. صافي ما تخليش روحك ثاني يفرغولك ومن بعد تولي تروحي تشري. صافي انا دايما كما راكم تشوفوا نشري مجموعة من الخزام، نشري مجموعة من الشفايات، نشري الروليات هذم لي ساشي حاشاكم بوبيل نحطهم، وأكيد قبل ما يفرغوا كنزيد نخرج وتديني الطريق ونلقى نشري. سما حبيباتي الشهرية والدراهم رايحة رايحة يعني صافي. المرأة الفحلة هي اللي تعرف كيفاه تسير حياتها وتشري. واش نقولكم حبيباتي، كاين شي عباد يقولك اقتصدي، يرحم والديكم قولولي في هذا الزمان شهرية واش تقتصدي فيها. كيما راكم تشوفوا هذم زوز حويجات اللي شريتهم بزوز ملايين، لا زيت لا دقيق لا حليب لا فارينة لا حتى شيء. واش تقتصدي؟ بالعكس كي رانا في زمان يعني الانسان تكفي شهريته ويعيش بها رانا هايلين. نرجو حبيباتي لهذا الازيز، هذا الازيز كانوا نصحوني به قالوا لي زعما اقتصادي وبدون، مي في الاخير كي يقعد هكذا مده ولا ديريه في الخزم ولا شي يطلق واحد الريحه سافا با، بقينا نتعجبوا. تعرفي كي نديرو هكا تولي الخزم ريحته سافا با، تقول لي بنتي يا ماما الخزم مفسده ماما عنطيش ونزيدو نبدلو. غدوه نفس القصه ظهر هو في الاخير يدير ريحه سافا با. سي بوغ سا وليت رجعت لهذاك بريل هو الروعه. نشري دايما بالزوز لخاطر عندي دو ايتاج، ما نحبش يعني نبقى نطلع في قرعة الايزيس ولا لوت جابيل ولا السانيبو. سي بوغ سا تلقوني نشري دوبل كامل الحوايج عندي دوبل، فروطوار البالية نشافة هكذا باش ما نبقاش طالعة هابطة. نرجعو درك حبيباتي لهذو العجائن،
أفضل وأروع الأنواع يعني تاع العجائن هو عجائن بلادي زريبة الواد البركة. كما قلت لكم عجائن روعة بل عظيمة في جميع الأنواع، سباكيتي تاعهم، مقرونة، الفارينة، الدقيق، الفارينة، حوايجهم كامل بون بون كاليتي. كنا نستخدموا هذيك عمر بن عمر مي ملي خرجت البركة، ما نستغناش عليها دائما ونشريها غير هي. الزيت حباباتي كما راكم عارفين دي فوا كاين دي فوا ما كاينش، سي بوغ سا تلقوني نشري دائما زوز ابادن، وكي يفرغ الاول نزيد نشري هكذا كما قلت لكم باش ما نطيحش اون بان كومبليتوم. هذه الكارانتيكا من اولوياتي، لازم دائما تكون عندي في الدار، لخاطر كما قلت لكم كي نجي مزروبه من الخدمه وما نلقاش باش نطيب، هي الوجبه السريعة اللي تمنعني وتخلصني. اندومي ثاني من اهم الحوايج اللي يشروها البنات، يبداو عليها هي لولا يهزوها حتى هي. كما تعرفوا كما قلت لكم المرأة كتعود خدامة، ساعة طيب ساعة ما طيبش، ساعة مزروبة ساعة ما عرف كيفاش. والبنات في الحقيقة يحبوا هذا الطياب تاع فيت فيت، ما يحبوش هذيك المرق والدنيا. الطماطم ما نستغنيش كومبليت، مو عندي عشرات السنوات نستخدم كاب بها بالكونفيتور، ما نبدلهمش كومبليت مو، على خاطر الكو تاعها روعه، الكولير تاعها حاجه مليحه. يعني درك الواحد كي يجرب حاجه وتوالمو عليه يبقى يبدل وينوع، يعني تبان لي حبيباتي هذاك الفرق تاع 100 فرنك ولا 500 بالعكس رايح يكون خساره. يعني كون تروحي دوك تشري انتي طماطم ناقص 500 وتلقيه خايب، هاكي صافي خسرتي هذيك يعني 10000 بكلها. البيض ثاني حاجه لازمه، لازم يكون عندك في الدار لخاطر يسهل عليك ياسر كي تجي طيبي اي وصفه. كيما قلت لكم روحي مزروبه فريت اومليت غراتان، حاجه سامبل وانتي مفوته وقتك. الهوت دوغ والتورتيا ثاني من اهم الحوايج اللي كيعودوا عندك في الدار، رايحين يسهلوا عليك ياسر ياسر، وتقدري تحضري بهم وجبه سريعه جدا جدا سيرتو بين الصباح والعشيه. فرماج رمدي حبيباتي، انا نموت على كامل انواع الفرماج ونشريهم كامل. مي ملي جربت رمدي هذا حاجه روعه، سورتو هذا اللي يجي هكا كيف نقولوا التارتيني ولا شو يسموه، مش عارفه شو يسموه. مي مؤخرا عاد ما كانش متوفر، سي بوغ سا شريت هذا المربعات، قلت كاش ما ندير بهم كراتان ولا حاجه، وشريت هذا الطويل سبيسيال للماكله. قالت لي مليح نجربوه ونشوف. هذا ثاني الفرماج تاع الثوم حاجه روعه وبنينه، نحبه ونموت عليه. لا فاش كيري لا نقاش فيه ولا كلام عليه، لافاش كيري من اروع انواع الفرماج، حاجه روعه. التون ثاني حبيباتي حاجه لازمه، لازم تكون عندك في الدار تستخدميه في بيتزا ولا في غراتان ولا ديري في هذيك السلطه تاع الرز ولا المقارونه. قصدي حبيباتي قد ما يكونوا عندك الحوايج في الدار رايحين يسهلوا عليك المهمه والتفكير، وتلقي روحك يعني تقولي عندي كذا وكذا نطيب كذا. سي بوغ سا تلقوني حبيباتي كي نهز هذيك لابي روح ديريكتومون نشري كامل الحوايج اللي على بالي نحتاجهم، هكذا باش كي نجي نطيب يسهل عليا الامر. لي صوص البنات يحبوا هذا ساموراي، باربوكيو، المايونيز، الكيتشب، سي بوغ سا تلقوني نشريهم لهم، ياكلوا بهم لي فريت، ياكلوا بهم ساندويتش، ياكلوا بهم ثاني كي ندير الشاورما. المايس ثاني حاجه اوبليغاتوار، ماشي ديما مي كيعود عندك في الدار اكيد رايحه يسهل عليك وديري بيه وصفه معينه. الهريسه اكيد ودائما دائما كيما قلت لكم مال الكري نبدلو دي فوا، مي في الاخير دائما نرجعوا للاصل والحاجه اللي والفتي عليها. الفينيغريت هذا لي سيور ثاني من ابن لي فينيغريت لي ذوقيهم، حاجه روعه حاجه اوريجينال، يعني هو اصلا تاع الخارج، فيه ثاني ليغو، كاين بالزيتونه والقارص، كاين بالموطارد، كاين قداه النوع. واش نقول لكم حباباتي، كما قلت لكم في البدايه ما هو زمان اقتصاد، رانا في زمان يقول الانسان الف حمد وشكر يا رب العالمين، ربي يجعلها نعمه دائما ان شاء الله ويحفظها من الزوال. الانسان قال لك لا تكن لينا فتعسر ولا تكن يابسا فتكسر. الانسان يعني كل انسان يعرف مقدوره، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. درك انت عطاك ربي نعمه استنعمي بها، اشري ما تحرميش نفسك، لخاطر الانسان هذا اللي ما ياكلش مليح ما يحرم نفسه اكيد، يعني بدل ما يروح يشري بهم ماكله راح يشري بهم دواء. سي بوغ سا حبيباتي استمتعوا، كيما قلت لكم كل انسان يعرف مقدور. دوك انا عندي مليون نصرف مليون، عندي زوز نصرف زوز، باش تجي انتي وشهريه وتقولي لي اقتصدي، قولي لي روحي موتي خير. كيما نهار اليوم واش راكم تشوفوا، يعني واش درت انا، واش شريت، سي بون زدت شريت شويه حوايج كوسميتيك كملت الشهريه، سي بون هاكي شفتوني هنا، كاش ما رحت الخياطة، كاش ما رحت الحفافة، كاش ما درت مينيكير وبيديكير، كاش ما رحت للسيغي، ما كان والو حبيباتي، جيست ماكلة كيما قلت لكم
يعني كي نكتفوا في هذا الزمان رانا هايلين هايلين، ما عندك ما تقتصدي حبيبتي، عيشي واستمتعي. هذا واش نقدر نقول لك. انا الشهريه شخصيا كما قلت لكم نصرفها في يوم واحد، سي بون نروح نشري حوايج اللي يخصوني كامل، تبقى ديك تفتوفه تاع شوي الحم ولا ذاك ساهل الحال اللي فرجها ربي سبحانه. هذا حبيباتي البطاط، ثاني حبيت نشارككم معاكم، كنت شريتهم عندي مود، عندي شهور يعني باش نشارككم، ما كتبتش يعني هذا وكتبت حاجه روعه، حاجه براتيك، تجيبي الدبشه تاعك، المعدنوس، الكرافس، كما انا شريت 3 بوات، يعني بما اني شريت الدبشه والمعدنوس والكرافس كل وحده نحط فيها حاجة روعة تساعدك في تنظيم الفريجيدير، دير لها شوي الماء كما شفتي هكذا باش تبقى محافظة على قوامها وما تفسدش وما تذبلش، واكيد كما قلت لكم كي تحطيها في الفريجيدير تساعدك وتجي الفريجيدير تاعك منظم، خير ما تخليها في الصاشية تفسد والفريجيدير تاعك ما يكونش منظم. الفريجيدير حباباتي من اهم الحوايج اللي لازم تحافظي عليهم وتنظفيهم. صافي الفريجيدير تاعك لازم اوموا 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 شاك سيمين ديري له هذيك التنظيفه الكبيره، تفرغيه تمسحيه ديري له شوي خل هكذا باش تعقميه. الخضره اكيد تفرزيها اللي في الزيت طيشيها والنظيفه خليها. الطبوقه تاعك ثاني هذوك فرزيهم كل واحد ديري فيه حاجه هكذا باش تسهلي على روحك وسهلي على روحك المهمه. كانت واحده سقستني قالت لك فيها تقدري توفقي بين الدار والخدمه وتخرجي مدري وشي، في الحقيقه حبيباتي هذا الشيء مش سهل، يعني اكيد نتعبوا شقا سواء في مخنا يعني ولا في جسمنا، تلقينا انا في الخدمه ونفكر واش غنطيب واش غنديروا، ولا انا كما شفتوني دوك هذه الدبشه اللي خدمتها كنروح بين الصباح والعشيه نفتح الفريجيدير دي فوا نمسحو نفرزو دي فوا البلاكارات دي فوا تلقيني ننشر في القش نغسل. انا من النوع اللي خايف يعني الدار تخمج ونحصل فيها، سي بوكسات تلقوني ما نغفلش ديما ديما شاك سيمين تلقوني ندير هذاك الكروميناج وما نغفلش كومبليتمون. نرجعوا لي برودوي حبيباتي، اوتوماتيكمون شاك موا تحبي هذوك لي برودوي كوزميتيك كما تعرفوا الشامبوان، هنا راني ما شريتش جيل دوش ما شريتش كدان حاجه، جوست كيما قلت لكم حويجه حويجه هكا تمت هذيك لابي. شريت حبيباتي هذه براشه سبيسيال للرجلين الاقدام تنحي بها هذيك الطبقه الميته، يعني كل شهر نروح لصالون ديستيتيك وندير سوان دي بي. لقيتها حاجه ما تخرجش، وليت كي رحت كوزميتيك لقيتهم شريت هذه البراشه، قلت نعود ندير في الدار وحدي نحاول ونشوف الجو. شريت هذا ملي شامبوان كنت ديجا كي رحت العرس شبغت شعري درت له البالياج، ضر لي ياسر يعني عاد خشين كيما نقولوا عاد ما يتمشطش عاد مخبل، قالوا لي هذم املاح شريتهم، شريت الشامبوان والزيت ومعهم الماسك، جايين شويه البري تاعهم غالي مي جي سي نجرب ونشوف. الشامبوان جاي 135، هذا الماسك جاي 270، وشريت معاهم الزيت الله اعلم 160، وشريت هذه المشطه تاع السشوار حاجة روعة روعة روعة، يعني عجبتني ياسر ياسر، مالقري غالية جاية 180,000 ولا 170,000، هاهي 180,000 مبصح براتيك 100%. أنا كانت عندي واحدة عندها سنوات شريتها في الصيف وقت اللي دخلت ندير الدبلوم تاع الحفافة، فزدت كما تعرفوا كيف نقولوا حنا تلبست وبدو سنون تاعها يطيرو، سي بوغ سا اضطريت نشري، وهذم كنت عندي مود شايفتهم حبيت نشري وجا النهار وشريت. هنا كي روحت ديريكتومون جربتهم في سارة، حاجة روعة، شوف الشعرة كيفاه تفوت ديريكتومون ما تلصقش مش كيما النوع الاخر، حاجة روعة 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 ننصحكم بها، سيرتو هذه لا مارك اللي شفتوها حاجة روعة على ضمانتي. انا هنا راني ندير لسارة في الدوش واش نحكي لكم حبيباتي، الشعر واش راهو داير فيا، قال لك ثلاث بنات وامهم وين دار تلمهم، النتيجه اللي شمشت شعرها تخلي كوبا، سي بوغ سا هنا كنت ديجا مسيقه الدار وطلعتها تبرق قلت هي تعمري لي الدنيا شعورات هي نروحوا للدوش، جبدت لها شعرها باش غدوه تروح تقرا كيما قلت لكم رولا توب في التوب. ثاني قلش تروحي شويه ها ولازم يصح لي حويجه، شريت هذا لوج اليف كي نروح نخدم ما نحبش ندير حاجه فونسي، سي بوغ سا شريت هذا جاي برك هكا لونه لحمي، ماركه مليحه ميبلين. وشريت ثاني حباباتي هذا دي ماكيون حاجه روعه في الروعه، كنت شريت واحده وخلصت لي زدت شريت واحده ننصحكم بيه، حاجه روعه ينظف لك البشره تاعك وفي جاي فيه الكول حاجه تحفه. شريت الديودران هذيك دوف زوز كما قلت لكم انا والبنات ما نحبش البنات يكونوا معايا، الكوتون تيج صافي نشري سيباري الديودران هذا من الحوايج اللي استخدموه هما نشري ليا ونشري ليهم. ودركا باش نشارك معاكم هذه الهديه اللي وصلتني من عند خواتي يا حبيباتي، ربي يحفظهم ان شاء الله، ربي يفرحهم كيما فرحوني، ما غلطوش كي قالوا تهدوا تحبوا الهديه
بمعناها وليست بقيمتها. فرحت فرحة كبيرة كبيرة. ميرسي بوكو حبيبتي، ربي إن شاء الله يقدرني ويرجع لكم خيركم. هذه حنان بنت أختي، تتبعني على اليوتيوب من أهم المعجبات. تقول لها طاطا تحب الديكور، سي بوغ سا شريت لي هذه الهدايا وبعثتهم لي، قلت لها باش دير بهم الديكور. ميرسي حنونة حبيبتي مخلوفة، فرحتيني، إن شاء الله ربي يقدرني ونرد خيرك. كان هذا هو فيديو نهار اليوم حبيباتي، إن شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل. انتظروني في فيديو قادم بإذن الله. أترككم في أمان الله وحفظه. تهلاو في رواحكم حبيباتي، حبكم.